السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمينج. جيت اليوم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. فيديو اليوم راح نحكي عن تحديث راح يجي بالنسخة اليابانية، وإن شاء الله قريبا راح نبناخده. طبعا إمتى قريبا؟ أنا بعرف كتير ناس راح تسألني إمتى راح يجي، ما حدا لسه بيعرف إمتى راح يجي هذا التحديث على النسخة العالمية والآسيوية، لأنه هلأ فقط موجود بالنسخة الكورية واليابانية، أو راح ينزل بكرة أو بعد بكرة ممكن، أو بعد بكرة التحديث. وبقى إحنا ليش أنا حبيت أحكيكم من هلأ شو راح يجي، مشان أنتوا تجهزوا حالكم كجواهر كموارد ككل شيء، ومنه ممكن ساعتها في ناس انصحها أنه تسحب أو ما تسحب، لأنه في شغلات بصراحة كتير مضايقتني بالتحديث تبع الكولاب. طبعا هذا هو تحديث الكولاب، انا ان شاء الله راح احاول اشرح كل شيء في فيديو واحد مشان ما اعمل اكثر من فيديو. خلينا نبلش. اول شغله اللي هو البانر. طبعا البانر هي عامل لك انه راح يكون في كولاب بين 7 Deadly Sins وبين ري زيرو. راح يكون في شخصيات اس اس ار هيروز جديده. الشخصيات اللي هي راح تكون موجوده هي ليكا، راح تكون اول شيء البانر عباره عن 600 جيم، بتختار واحده من هدول الاربعه، وهون في جارانتيد اس اس ار بس. هي هي يعني بال600 فيك تختار شخصيه من الشخصيات الاربعه اللي هو ايميليا ريمو رام وبياتريس، وانت بتختار اخر شيء واحده منهم. لحظه اوكي، اوكي يعني لك ان هدول الشخصيات راح ينتهوا بعد ما يخلص الايفنت. فاذا بدكم تسحبوا يعني هلا هدول لحد الان احنا ما بنعرف امتى راح يرجعوا مره ثانيه، بهاي الشيء لازم تعرفوه انه هدول احنا ما بنعرف امتى راح يرجعوا مره ثانيه، ولهلا ما في كولا برجع. فاعتقد حاليا هي فرصتكم الوحيده اذا بدكم اياهم. طبعا الشيء اللي كثير كثير سيء لانه الريت تبع الاس اس ار منزينه كثير، يعني هون العاديين 0.2 وعلى اساس رافعين الريت اب تبع الري زيرو خليه 2.5 اللي هو 0.2 2500، مهم اللي هو ربع، يعني من الاخر ربع عندك ربع الفرصه انه تاخذ واحد من دول الشخصيات. اول شيء لازم تعرفوا انه بدك يكون حظك كتير حلو حتى يطلع لك SSR، وبعدين بدك حظك كتير حلو حتى يطلع لك واحد من دول الشخصيات، لأنه الريت تبعهم نفس الريت الفيستيفال يعني، ولا مو لما يكون عليه ريت أب، لما يكون عادي بقى فرصة إنه يطلع لك SSR نفس لما يطلع لك مثلاً إذا لما تسحبت على ذوان، ولا مسحبت على ليز، ولا مسحبت على لوزفين. بقى أنت قارن، وهون في أربع شخصيات مو شخصية واحدة ولا شخصيتين، عرفتوا كيف؟ والمشكلة الأكبر من هيك لأنه الشخصيات اللي حاطينها بالبانر شخصيات كتير كتير سيئة، يعني جنرال مانجر ميليوداس، تعرف هذا مين ميليوداس؟ ميليوداس الأخضر تبع الكاونتر، برنسس إليزابيث، هي إليزابيث الخضراء أعتقد، هال كوين فيري كينج، فيري كينج أعتقد هذا يا الأخضر يا حتى الاسمين، وأنلاكي كينج أنكل كينج هذا الاسمين أعتقد، هالف اوف ذا فايتر اوتلو عارفين هاد، او توم مين هدول؟ والمشكلة انا مترجمها من ال وجيريكو وهاوزر، يعني اعتقد الشخصيات تبع البارت 1 اغلبهم تبع البارت 1، يعني انت تخيل حاطين لك بانر اللي احنا صرنا عم ناخدها مدة سنة، حطيناها بانر الكولاب بدل ما يجيبونا شخصيات مثل ارك انجلز، بدل ما يجيبونا شخصيات مثل مثلا كمثال يعني الشخصيات اللي على الاقل في واحد يستخدمها، الارك انجلز، الوصايا على الاقل، يعني حطوا الوصايا كان احسن من هيك بانر، يعني البانر عبارة عن شو بدي اقولها من غير ما سب يعني نظامي، هي صورة تبع التراش اللي هو الزبالة البانر كله، مو بس شخصية معينة. لو تشوفوا عنا بالديسكورد حاطين مثلا صورة زبالة حش السامعين، وحاطين صورة شخصية، هاي البانر كلها مثل ما هي لازم تحطوها بالزبالة، لأنه كلها سيئة إلا هدول
الشخصية. طبعا هلا بنيجي أول شيء خلينا نخلص اللي هو من الشخصيات نفسها شو بتعمل. خلينا نشوف أول شيء إيميليا. إيميليا طبعا في شغلة للأسف ما زبطت معي اللي هو أنه هنا نحاطين كل العرق النون 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 والنون. هلا الوحيد اللي أنا بعتبرها النون اللي هي بياتريس، بس ريم ورام المفروض يكونوا شياطين، وإيميليا تكون اللي هي تكون فيري، بس للأسف مو عاملين هيك. فهي الشغلة شوي بالنسبة لي كانت سيئة. ما في الصوت عالي ولا لا. ايه المهم هلا بنجي للشغلة الثانية اللي هو هلا أنا بعتقد عاملينه النون لسببين. أول سبب أنه يمكن ما اشتروا حقوق النشر تبع الشخصيات نفسها، هن بس اشتروا أنه يحطوا شخصية مشابهة أو يحطوا صورة الشخصية بس ما يحطوا شيء عليها. عرفتوا كيف؟ ممكن هي هي. أو الشغلة الثانية لأنه أعتقد أي شخصية من برا عالم Seven Deadly Sins بيعتبر النون. طبعا هلا هم بس المشكلة بهاي وين أنا لقيتها مو منطقية، أنه هم لما نزلوا مثلا خلينا نشوف داتابيز، مو داتابيز هاي لحظة شوي، لما نزلوا مثلا الكينج اوف فايترز كانوا بشر. هل معناها انه هدول لانه هنن عندهم حقوق الملكيه مثل مثلا خلينا نشوف اثينا، اثينا بشريه، ممكن انه هنن عندهم حقوق الملكيه وهدول اللعبه مو انمي مشان هيك مثلا ممكن عملوها بهالطريقه، ما بعرف. بس انا يعني بصراحه بالنسبه لي شيء كتير زعجني. بس في شغله هلا الانون في عنا هلا مارلين من شخصيات اللي هو فيستيفال مارلين كتير قويه، فممكن هنا عم يحاولوا يسووا لها تيم. بس المفروض هلا اول شيء يعملوا تيم للسولت مليودس بعدين يعملوا لها تيم لمارلين، مو العكس. او ممكن انه لوزفين بدهم يعملوا شخصيات السولت، سوري، بدهم يعملوا شخصيات اللي هو فيستيفال الوصايا 900 جيم ونقعد نسحب عليهم، يروح كل جيماتنا على بانر يكون فيها بس واحد من الوصايا. بقى ممكن هيك يعملوها، هن هيك بدهم يعملوها، لانه بصراحه اللعبه كثير كثير صايرين طماعين، وخاصه يعني انتو بالبانر يعني طمع هذا اسمه، مو اسمه شيء ثاني، انه انت يا بك تعمل على البانر مشان تطلع شخصيات يا الباقي كبه بالزباله. شو بيطلع لك؟ كبه بالزباله يعني كوين من الاخر. فيا رب يغيروها لما تيجي على الجلوبال، بس ما بعرف اذا راح يغيروها ولا هلا. خلينا نحكي بقى على الحركات. اول حركه ايميليا، إيميليا اليونيك تبعها when the hero receive attack from the same enemy two or more times during enemy's turn cleanse all debuff from allies and freeze the enemy for two turns excluding deathmatch. يعني كل شيء إلا الشياطين. شو بصير لما نفس الشخص يضربك ضربتين أو أكثر؟ تعمل له freeze لدورين. وشو كمان بتعمل؟ بتشيل كل الديبافات من عليك. بصراحة كتير كتير حلوة اليونيك تبعها وفريدة من نوعها. هلا بنيجي للباك بليز اللي هي الحركة الأولى. الحركة الأولى بتعمل inflict damage equal to 360% of attack on one enemy and freeze for two turns. يعني بتعمل freeze وبتضرب damage. هي أعتقد نفس جيريكو الحركة تبعها. When the freeze is removed by using skill ultimate move or after using after turns have passed inflict damage equal to 40% of the remaining HP. يعني اول شيء بتضرب 360% من اتاكها وبتعمل فريز، طبعا ليفل ماكس. وشو بتعمل اذا انت بحركه مثلا، اذا انت اللي متجمد روحت بحركه مثلا اللي هو كلينز، روحت بالتيميت اللي هو ريموف ديباف، او خلص الدورين، بتعمل 40% من الدمج من الاتش بي اللي باقي لك، بتروح 40% من الاتش بي تبعك. لا بتعمل دمج 40% من ال HP. يعني مثلا اذا HPك 10,000 تعمل 4,000 هيك شيء يعني اعتقد. ايه بقى بصراحة كثير حلوة. بس جيريكو قول عنها اياها نفسها بقى، ما يعني اوريدي هي شغلة عارفانينها. هلا الحركة الثانية بتعمل دمج 180 لكل اشخاص، وبتشيل اوربين من كل اشخاص at the end of لا لحظة، هي نفس حركة جوثر الاخضر اللي هي شو بتضرب كل اشخاص 180 وبتحط عليه دي باف. هذا الدي باف بعد لما يصير دوره مره تانية بينشال منه اوربين لما يخلص دوره.
اللي ضدنا. اي نفس جوثر الاخضر هاي. هلا بنيجي للالتيميت. الالتيميت تبعها لما تكون ليفل واحد بتعمل سيكريت تكنيك دامج ايكوال تو 300% اوف اتاك اون اول انيميز اند ديلز دامج وذ اتريبيوت ادفانتج ريجاردليس اوف اتريبيوت. السيكريت تكنيك على كل كرت معك بيزود 20% دمج زيادة بير هيرو سكيل. يعني كل ما يكون عندك كروت أكتر لإيميليا كل ما بتعمل دمج أكتر. هاي نفس مين؟ نفس لوزفين، نفس ألتيميت لوزفين. والدمج تبعها من 400 بصير 450. وطبعا لما يكون لما تكون ليفل ماكس بصير على كل كرت 60% دمج زيادة على كل كرت. فهي الحركة تبعها نفس لوزفين بالضبط. هلا أعتقد من حركاتها بدأ أتاك وديفنس، بس ممكن الواحد يحط له اتش بي وديفنس، بس ساعتها الالتيميت تبعها رح تصير شوي اضعف، بس كمان بينفع. اوكي هلا بالنسبه لريم، ريم كمان نفس الشيء اللي هو انون. when the hero uses skill or move skill to rank up a skill and gain ultimate move gauge orb increases attack related stats by 5%. يعني اذا حركت كرت، استخدمت كرت، عملت رانك قبل الكرت، اي شيء بيعطيك اوربات على كل اورب بتزيده راح يعطيك 5% زياده من الاتاك ريتد ستاتس. يعني الاتاك تبعك راح يرتفع 5%. كل شيء يتعلق بالاتاك، بيرس اتاك كريت شانس كريت دامج، راح يرتفع 5% لثلاث ادوار وماكسيموم 5 ادوار. سوري. هلا بنجي لل الجزء الثاني منها. شو بيقول لك؟ if there are 5 or more ultimate move gauge orb recover 30% of max HP. يعني لما يصير عندك ultimate برجع 30% من HPك. هلا هل هي معناها انه التوتال تبع الاوربات تبع فريقنا كله ولا الشخصيه نفسها؟ اذا الشخصيه نفسها بيكون كتير حلو، حتى اذا الباقي راح يصير اقوى واقوى، بس اعتقد هيك بصير كتير بروكن. باخينا نحكي انه هي اي شخصيه عندك بيستخدم بيصير عنده ألتيميت الاتش بي تبعه بيرجع 30% من الماكس اتش بي تبعه اذا كان ناقص. هلا الحركه الاولى، الحركه الاولى بتعمل امبليفاي دامج ايكوال تو 450 اوف اتاك اون وان انمي لشخص واحد. تضرب امبليفاي، امبليفاي يعني على كل باف عليك بتزيد 30% من دمجك. كتير كتير حلوة. والحركة الثانية inflict damage equal to 325 of attack on all enemies. تضرب الكل 325 و decrease ultimate move damage by 50%. اعتقد هي نفس جوثر الازرق، اعتقد نفس جوثر الازرق اللي هي بانه بصير شو الالتيميت تبع اللي ضدك بتعمل اقل 50% من الدمج. وغير هيك restrict ultimate move effect for two turns، يعني بتمنع اللي ضدك يستخدم الالتيميت للفتين. يعني بصراحه هي الحركه كتير كتير قويه. وهلا اعتقد كينج اذا اجوا الكولاب كينج الازرق راح يرجع قوي، او جلوكسينيا، او اللي هو اي واحد بيعمل بشيل الديبافات، لانه الديبافات كتير كتير كترانة باللعبة. بقى لازم يرجع كينج ويصير من او كينج وهلب، يعني اي شخصية بتشيل الديباف من الاخر راح يرجعوا. والالتيميت تبع انفليكت شاتر اللي هو اغنور ريزيستنس، اعتقد دامج ايكوال تو 400% 420% اوف اتاك اون اول انيميز. يعني تضرب الكل 420. اعتقد هي نفس كينج الازرق، اعتقد بس متأكد انه هداك يا شاتر يا شيء تاني. المهم او اعتقد هي ignore resistance، ما بعرف صراحة. المهم الحركة اللي بعدها اللي هو رام increase unknown allies basic stats by 20%. هي رائعة وجبارة. شو بتعمل؟ ترى الفريق الاخضر كل مرة عم يصير اقوى، انه اي شخص من عرق الانون اللي غير معرف مثل مين؟ جوثر، مارلين، مثل هدول الشخصيات كلها بتزيد البيسك ستاس تبعهم 20%. البيسك ستاس يعني اتاك ديفنس اتش بي. ممتازة. الحركة الاولى هو الفورة كانسل ستانس اون انمي اند انفليكت دامج ايكوال تو 250 اوف اتاك ذن ستانس فور تو ذن. هي نفس اليزابيث الملاك اللي هو الفستيفال اليزابيث، انه بتشيل الستانس وبتعمل دامج. وغير هيك
بتعمل ستان لمدة لفة لما تكون ليفل 2، وبتعمل اعتقد لفتين لما تكون ليفل 3. الحركة اللي بعدها بتعمل انفريكت رابتشر. الرابتشر دامج ايكوال تو 250 اوف اتاك اون اول انيميز، يعني بتعمل هي اعتقد تاني، لا مو تاني، في عندك ديان، في عندك اسولت ميليوداس، في اكثر من شخصيه بيعملوا رابشر لكل الاشخاص. اللي هو شو، لما يكون علي ضدك عنده بفات راح تعمل دمج زياده، وغير هيك بتعمل تضرب الكل 250%. هلا الالتيميت تبعها، الالتيميت تبعها بتعمل انفليكت دمج ايكوال تو 300% لكل الاشخاص، وديكريس اتاك ريت ستاس باي 30% فور 3 تيرنز. بصراحه كثير كثير حلوه. بتعمل دمج، الدمج تبعها عادي 300%، بس اعتقد هي ليفل 1 ممكن. وبتنزل اتاك ريت ستاس تبع اللي ضدنا 30%. اي نسيان مين كان عنده اياها، بس اعتقد في واحد عنده اياها كمان. المهم هلا بنجي لبيتريس، شخصية المفضلة بيتريس. اول شيء اليونيك تبعها increase the heroes HP rate stats by 5% for each unknown allies in battle، يعني كل ما يكون عندك شخصيات unknown اكثر بفريقك كل ما راح تاخذ HP زيادة 5% على كل شخصية. يعني اذا عندك 3 شخصيات unknown راح تاخذ 15%، لانه هن قايلين in battle. in battle معناها انه 3 شخصيات الاماميين اللي اعتقد اللي ورا السب بينحسب، اذا بينحسب السب بتصير 20%، وهي شيء كتير رائع اذا كل فريقك عباره عن انون. وبصراحه انا حاسس انه هدول الشخصيات كتير راح يكونوا قوايا بالسيزن 4 تبع الفاينل النايت هود بوس. ليش؟ لانه النايت هود بوس الرابع لا الشياطين بينفعوا عليه ولا الملائكه، لا الشياطين ولا الملائكه ولا البشر اعتقد. وقت بدك تحط بقى يا انون يا عمالقه اعتقد، او فيري نسيان بالضبط. بس هو في 3 شغلات ممنوعين، البشر او مو ممنوعين، بيعمل دمج زياده عليهم كثير بقى، عشان هيك بقى ممنوعين فينا نعتبرون. المهم هلا اول شيء، وكمان غير هيك ريكفر اتش بي اوف انون الايز باي 60% اوف ذا اماونت ذا هيرو ريكفر وين يوزينج سكيل ابلاي وين انترينج باتل الايز باي 60% اوف ذا اماونت ذا هيرو ريكفر وين يوزينج سكيلز. يعني مثلا باللايف ستيل، مثلا خلينا نقول انه هو ضرب دمج، خلينا نقول ضرب 100، هي باللايف ستيل تبعه هي الألف هي راح يزيد عليها 600 اللي هو 60% لما يستخدم. اعتقد لما تهيل راح تصير تهيل دبل، او مو دبل، يعني فيك تقول 60% من الهيل تبعك. وغير هيك لانه هي حركاتها بتعتبر حركات بتعطيها اتش بي، بقى هيك ساعتها اتش بي راح يضل يعبي دائما. خلينا نشوف اول حركه. اول حركه بتعمل 400% دمج على شخص واحد، وبتعمل لايف ستيل 100% من الدمج اللي عملته. يعني اذا عملت 10,000 دمج راح تعبي 10,000 اتش بي. كتير كتير حلو. سي طبعا ليفل ماكس، اعتقد ليفل واحد بيكون 40 بعدين 60 بعدين 100 او 40 او 60 80 100 ما بعرف بالضبط. اعتقد هي نفس ميلاس كلها ممكن عنده نفس الحركه. هلا بنيجي للثاني. الثاني انفليكت ديسبير دامج ايكوال تو 325 اوف اتاك اون اول انيميز، يعني تضرب الكل ضربه ديسبير. ديسبير شو هي؟ انه بترجع 30% من اتش بيها لما تعمل كريت. اذا عملت كريت بترجع 30% من دمانج اتش بي. قديش ناقص من اتش بيها؟ بترجع 30% من اللي ناقص. حلوه كثير الحركه، هي نفس ليفاي. واخر شيء بالنسبه للالتيميت تبعها، الالتيميت تبعها بتعمل دمج 350 لشخص واحد، وبتعمل لايف ستيل 30% اوف ذا دمج. هي اعتقد نفس ميلاس كلها. هلا هيك بنكون خلصنا الشخصيات والبانر. هلا اعتقد لانه مشان ما نطول عليكم بالفيديو راح خلي هذا الفيديو فقط اللي هو شرح على البانر والشخصيات، والفيديو القادم راح يكون فيديو اللي هو شرح عن كل شيء تحديثات راح تجي، انه في تحديثات كتير 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 راح تجي بالوقت المستقبلي تبعنا. بس هون بنكون وصلنا لهذا الفيديو تبع اليوم. ارجو تكونوا استمتعتوا فيه. استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا بالقناه عشان تشوفوا كل جديد مني، وبشوفكم اخر فيديوهات تانية. مع السلامه.